مساء الخير. يمكن بعناوين الليله: القذافي يقاوم حتى اخر صومالي. ليش انت بتشم ضحك بس وقتها حدا يتحدك؟ مش ما بت يعني شم. موسم الثورات انتهى، بس في مزروع خيام اذا بدك. دعوه للمشاركه بمظاهره 14 اذار اللي بس اختياري. الفقره الصحيه: عبوطه بنهار فيها تنقذ حياتك. اجتياح التطلي والرعب يدوب في بيروت. ابو طلال يدعو الى مظاهره مليونيه وثلاث اشخاص. واخيرا طقس اليوم مع الزميله بوسي. انا جونجر وانا جريندايزر، وهيدي نشره الشيء عنا اليوم. بس انت بتعرف انه جونجر اقوى من جريندايزر، لانه جونجر ضحى بحاله وصار شهيد، وجريندايزر بس سلاحه ما سلاحه. شو قصدك انه جونجر الحريري يعني وجريندايزر؟ اوه سلام. مبسوط بالشأن. خليك ساكت بس. بس اصلا اساسا انا محمي. محمي بلبس فوطه صحيه. بعده معمر القذافي عم يتصدر جميع الصحف والتلفزيونات، وصار عم يحتل معظم العناوين ووقت الهواء، لدرجه انه صار عنده سبونسر. دول مثل اليمن، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، البحرين، جيبوتي، كلهم عبروا عن استيائهم انه ما عم يطلع لهم هواء كفايه يغطي لهم احداثهم. محطات الاخبار رح تخزق حالها، لانه نسبه المشاهدين بتعلى لما السوبر ستار القذافي بيطلع بيصرح بشيء فظيع مثل اللي صرحه على البي بي سي. But how do the people show their authority then? Because some who've gone out onto the streets to protest say that your people have shot at them. عم بقول لك انه عم يتظاهروا عندك عن كم شغله خرافي. شو بتحب ترد عليه؟ No demonstration at all in the streets. انت شفت مظاهرات؟ Did you see demonstrations? Yes, I have, yes. Where? I saw some today. I saw some in Zawiya yesterday. I saw demonstrations. هذه supporting us. No, they're not supporting they us. They are not against us. Some were against you and some were for no, you. No, no one against us. Against me for what? Because I am not president. But they love me, all my people with me. They love me all. But if they do love me, they will die to protect me and my people. أساسا القذافي منه فاضي كان لثورة مثل هيدي. كان عنده قضايا أهم بيشرح للعالم. تعرفوا الكوكا كولا؟ بالنسبة لكوكاكولا؟ ايه ولا بتعرف كندا دراي؟ لا. بتعرف ار سي؟ لا. الكولا افريقية؟ بغسل كوكاكولا افريقية. حتى الفيفا اكل منه للقذافي. ونعلن الان فساد الفيفا وادانتها ادانة شديدة. ومعنا مباشرة من شان هذا الموضوع بليبيا مراسلنا الجديد أكرم سلمان. أكرم عم تسمعنا؟ طبعا عم أسمعك. أنت وين هلأ بالضبط بليبيا؟ وين قاعد؟ واقف. أنا هون. طيب شو عم بيصير بالضبط عندك بليبيا؟ بأي قضاء أنت؟ أنا هلأ بالقضاء وقدر. يعني شو؟ شو وين انت هلا بالضبط وشو عم بيصير؟ شو عم بيصير معك؟ الثوار كانوا عم يفتشوا عن بعض، برموا عن بعض كتير، صاروا يبرموا عن بعض، ما كانوش يلاقوا لبعض. هلا الثوار عم يتجمعوا وعم يولعوا دواليب. حلو، كمان هونيك بيولعوا دواليب مثل عنا يعني؟ ايه ما عنا بيولعوا دواليب مثلهم، لانه هن اللي علمونا كيف نولع دواليب، عم يستعملوا كفة الدواليب القدمانية والورا. اوكي اكرم، بليز بدنا اياك تنتبه على حالك هونيك بليبيا، ما تاخذ معك قديحات. ما بعرف ليه بس انه ما تاخذهم معك لانه معقول يفقع على الشمس او شيء. الشاب الحلو سعد الحريري رئيس الحكومة السابق صار بالمعارضة. بس سعد ما بحياته كان معارضة قبل. هيدا أول مرة بتاريخه السياسي العظيم بيكون معارض. هو بالأساس خلق تيكون بالسلطة. تكوين الجينيتيكي تبعه معمول خصوصي تيحكم مش تينحكم. تيقرر مش لحد يقرر عنه. هو بيقرر عن الكل، حتى اللي بيقرروا عنه بالسعودية بيرجع هو بيقرر عن حاله وعن غيره كمان. وقت يظهر هو بيقرر وين بده يتعشى. وقت يظهر تيحضر فيلم سينيه ورفقاته هو بيقرر أي فيلم بده يحضر، حتى بنقي أي بوب كورن بده الكبير أو الصغير. بس هلأ صاروا رفقاته بدون يتعشوا بالبيت هو عباله يظهر، ما في حدا يقرر عنه، ما في حدا يقرر معه حتى. بس هو قرر المواجهة، قرر يلعب لعبة المعارضة، وهو وعد جماهيره أنه رح يعارض بطريقة جديدة. كيف؟ فؤاد السنيورة
رح يعمل دورة بكي لكافة كوادر تيار المستقبل. ليه بدك دايما بكي؟ ليه دورة بكي؟ شو لكن؟ زهقنا من هالنكتة. شو لكن؟ شو لكن؟ شو لكن؟ دمع دورة تدميع. اهو دمع, دمع شوي ما بكي هالقد. اوكي. الكتايب رح تستولي على كل مخازن الفوط الصحية وبالتالي الدم رح يوصل للركب. بتبقى مفاجأة الموسم والحدث الأبرز بالمرحلة اللي جاية وهي انضمام ميشيل عون وتكتل تغيير والإصلاح للمعارضة الجديدة لأنه ما بيعرف يكونوا بالسلطة أو بالأحرى ما بيعرفوا يعملوا شيء غير أنه يعارضوا وكانوا مستحيل يعارضوا نفسهم رح يعارضوا أنه يصيروا بالمعارضة ويعرضوا عرض عد أنه شيء هيك جنرال هودي معنا إذا أنا شيلون نز جنرال هودي بريك صغير وبنرجع بعد الإعلان مراسلينا الجديد شو عملوا بالطرقات خليكم معنا جدد أمين عام تيار المستقبل أحمد لحظة هو أمين عام ما بعرف ما بالضبط أنا بعرف إنه بيشتغل ابن عمته بيشتغل ابن عمته لسان الحريري هيك شغله مزبوط جدد احمد الحريري سكسوكته واللوك الجديد وضعف ودعا من خلال تجمع بالمنيا للنزول ب 14 اذار لساحه الشهداء بس متظاهرين له النكهه ساحه 14 شباط بدون المنيا ما لها نكهه فؤاد كمان فيك تحط نكهه المنيا على حيال نعم حلو بدل نعم. بدل القطر اذا عبالك تضعف بعرف بتعرف انه بتشبه شوي شاهد التيتا اللي بتقدم بروجرام او شيء طبخ بس احمد الحريري كان عنده توجيهات او تذكير ليش لازم ينزل المواطن على ساحه 14 اذار بدكم تنزلوا تقولوا لا لحزب السلاح لا ما تترك اللبنه برات البراد لا زبط تختك وقت توعه لا ما تترك الاداء اللي دخلك كيف بتمسح بالسلاح انا بعرف نمرة حكيم على فكره كثير شاطر وصاحبي اذا كنا اعطيك اياه انا لازم لي حكيم ليش لا امن انا بعتقد ليش لازم لي حكيم من شان ليش بتحس انه لازم لي حكيم انا شو مشكلتي شو حاسس انه مشكلتي انا شو حاسس انه مشكلتي لازم لي حكيم شايف هذا هلا اللي عملته ما بوشي ما بوشي كثير طبيعي ما عارف 8 اذار كان ردهم على 14 اذار عنيف كثير اذار هذا الموضوع عم يعمل ستريس كتير على المواطنين كل يوم وكل يوم في مشاكل واليوم اللي ما بيكون في مشاكل بتكون اليوم اللي بطلت مزوج بس في نظرية علمية جديدة بتقول انه عبوطة واحدة بنهار بتخلي درجة الستريس عندك تنزل 20% مراسلتنا نغم عبود نزلت على الشارع تتساهم بتخفيض درجة الستريس عند العالم اذا بتقرب صوبة احصائيات بتقول انه عبطة بنهار بتخفف من نسبة الستريس 20% قررت أنا أتأكد شخصياً من هذا الموضوع وأنزل على الشارع تشوف إذا بقدر فيد واستفيد بنفس الوقت أحصائيات بتقول أنه عبطة بنهار بتخفف 20% من نسبة الستريس شو تعليقك على الموضوع؟ معقول الموضوع غمورين مسيو بتقول الأحصائيات أنه 20 أنه عبطة بنهار بتخفف من نسبة الستريس 20% شو أولى؟ كيف كيف كيف؟ ما بعتقد طب خمرني هاي كيفي ما عرفتيني ما عرفتيني ما عرفتك في اغمر السمكه السمكه ولا لا بدي اغمر السمكه كثير ضيق لازم تغمريني بعد عبطه لماما ما اقعد زعلان احصائيات بتقول انه عبطه بنهار اذا بتعذب الماما ما بيطلع لك عبطه بتخفف من نسبه الستريس 20% شو قولك حق معكم حق معنا عبطه للماما قولوا بعض حبوا بعض العبطة بتخفف من الستريس بتعرف انه نسبة انه العبطة بالنهار بتخفف من نسبة الستريس بدي اخمرك بدي اخمرك اللعب بدي استبري شو هيدا؟ لعبة استبري استمع فيه لا انا انت مش عارف شيء عبطة بتكلف كتير بهالايام لا بليز 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 ضلني انا معبط بامي كل الليل مش عم بعرف كيف بدي اوكي حارجع اعطيك رقم الحكيم هيدا خليني اعطيك اياه هلا
من بعد هيدا التجيش المسلسل اللبناني صار بيشوق أكتر. كنا قبل بالجزء الأول سنة شيعي، هلأ بالجزء الثاني التشويق صار نار، سنة شيعي. سنية طرابلس وسنية بيروت بلشوا بالحرب الباردة، بس وين التطلة اللي حتجتاح؟ حنهجم نحن الطرابلسيين، نهجم عليهم بس بالتطلة بدنا نهجم. أكيد أكيد كلتنا نهجوم. إذا هجمنا عليهم بالتطلة مثلاً. أكيد إذا بننزل على الشارع أكيد. تهجم معي؟ لك هم. أنا هاجم على بيروت بالتطلة وآخر همي شو حيصير. التطلة جاي من طرابلس من هونيك بدها تجتاح المنطقة. فتش معي على التطلة لنشوف. فتش يلا لايك. ألو أنت بتروح من هونيك وأنا بروح من هونيك. بتعرف شو في بقلبها هيدي الشنطة؟ بتعرف شو بقلبها تطلة؟ أوكي الطرابلسية هاجمين. سوري بيتك قريب؟ اهربي لانه جيل طرابلسيه بالتطله هجمين علينا. طرابلسيه هجمين على بيروت معهم تطله كلهم. يا ريت. هني هلا انا عرفت. هلا اجتني معلومات انه التطله بدها تجتاح المنطقه. لا 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 تخافش، ما حداش بيقرب على المطعم بالمره. التطله من قريب التطله. بدي تاجر تطلة. بتعرف وين في تجار تطلة؟ هلا مرق واحد قبلك سأل عن التطلة. شو يعني تطلة؟ تطلة هيدي اسم دخان قديم. تطلة؟ لا. كيف تقولوا لحدا؟ خلينا نلاقي مينا يرشاه المركب فينا والحل اللي بيرضينا. حق اللي لا حق لك. وهلأ بنبقى مع الصفحة الفنية مع زميلتنا نجلاء فتحي. نجلاء أجت مؤخرا النجمة المتألقة ليال عبود. مين ليال عبود؟ بالضبط. أجت لقاء صحفي بإحدى المجلات الفنية وبثقة تامة صرحت السيدة عبود معتمدة على حضورها الفني والجماهير الكبير، لأن لو كانت بزمن السيدة أم كلثوم لكانت منافستها الأولى. سيدي سنيك قالت. إيه، فهي بتتمتع بصوت جميل وقوي. ويا حسين شد الجاروفة يا حسين. شد الجاروفة يا حسين شد الجاروفة. شحت الرزقة من وين هالدين النوفة. انت عمري المرة بالمرة ليال. في شوي في شوي في شوية ليال قربت كتير انه تكون ام كلثوم، بس المشكلة انه عايام ام كلثوم ما كان في جاروفة ولا حسين اصلا كان بيقدر يشد لانه كان بعده صغير. صح. كما افادت ام كلثوم ردا على ليال انه كل شو فيك كتير حلوة. قول شو قول 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 شو بدي اقول لك. قول خلص. قول انت خلص. قول انت يا اخي. انا شو بدي اقول تقول؟ ما قال لي شو بدي اقول تقول.
بريك. اه بريك. ما قال لي بالاول قول بريك، بقول بريك. لا بس قدمها هيك انه بريك. خلص عيتك هي المهضومه بخي. بريك بريك مني مهضوم لشي. بتقول لي قول، مش قال لي شو بدك قول، بدك اني ارجع اقول بريك. ما قال لي قول بريك، بقول بريك. اذا بتقول لي قول، شو بدي اقول انا؟ ما انت مش عم تكون واضح بتعليماتك. سلام، ما تزعل مني، ما تزعل مني. نحن اصلا مش عم تكون واضح بتعليماتك، مش عم تكون واضح. وقفي مع الاعلان، وقفي مع الاعلان لحي بدك اهي منه. وقفي مع الاعلان. لا حبك يا ابو طلال، حبني يا ابو طلال، انا حبك يا ابو طلال، حبني يا ابو طلال، انا بحبك يا ابو طلال، حبني. كيف؟ منيح منيح. امبارح كتبت بعدي او طلال، عرفنا انه انت هلا عم تحضر لثوره. نعم. شو يعقم الاغاني هلا وكلام الخلق التافه هيدا؟ نعم. انا محضر فعلا لثوره. كرمال شو؟ ضد شو؟ ضد كل شيء. لا بس بدي اعدلك الليسته، يعني الليسته بتاعتي ما بتخلص، بس هون اهم هون حقول لك شو. نعم. عندك مطالب يعني؟ طبعا. نعم طبعا. اقول لك اول شيء. نعم. تفعيل خدمه الدليفري بالضمان الاجتماعي. كيف؟ ما فهمت ابو طارق. الضمان الاجتماعي مش انت بتقعد تقدم ادويه؟ نعم. بتقعد تقدم بالضمان؟ نعم. بيوقف واحد بيعملوا لك دليفري للضمان. بيعملوا دليفري. بقول لك لا، عشان انا عم شوف امني يوم يومين كنت واقف هنيك تحت بالضمان. بتوقف شو 14 ساعه نص النهار، عرفت؟ واقف بالدار. اخر شيء بتوصل عندها بتقول لها اذا بتيجي معها على الادويه. انت بتكون العرق عم بكت يعني من كل جسمك، يعني عم بكت العرق، عرفت؟ فبتقول بتطلع فيك هيك من ورا الكونتور، هذا بتكون هي قاعده والله يعني، فبتقول لك صدي مش دورك، وقف وضع. طب شو حرام يعني؟ الناس يعني واقفه 3 ايام صلوا الناس وتيجي خلص شغله خدمه الدليفري. انت ببيتك بتدق بتقول له ابعث لي الصبي الدليفري الدليفري لعندك. بتقول له بتيجي على البلد بيجي بياخذ منك الدواء بوصله على الضمان. هيك بتنتهي قصه شو مشكله الضمان الاجتماعي. انا هبقى ادفع فيها المواطن اللبناني غير غير طلبات. ثاني شيء، السماح لسائقين التاكسي انه يوقفوا بنص الطريق يطلعوا الراكب نص الطريق. طبعا بس ابو طلال ما شفت عشر مده من معه مده من 10 دقائق يا نص ساعه بنص الطريق يوقف بالنص بنص الطريق دغري. ستوب كمان هير بيطلع الراكب وبعد بس ابو طلال. طب ما انه ليه ما بصف على جنب بيخلي؟ لانه حار، لانه هو حظ. لك ما انت شيء؟ لا خلص حلو، هو بده يقف نص الطريق تياس بيقف يوقف. المفروض نسمح بهذا الشيء. شو غير 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 طلبات بدك اياهم؟ هيئه المفروض عن شايف عشان كمان مشكله عجقه السير اللي بتعم بيروت ولبنان والمناطق كلها، البلاد العربيه والاجنبيه كلهم سوا شردت انا. فحقيقه عشان عجقه السير ببيروت المفروض يزيحوا كل الدركيه على المصلبيات، بطل في درك وتكون هو الشعب نعرف نمشي. ما هو الدركه واقف على المصلبيه كرمال يمشي السير. الدركه؟ ايه عجلة بتحكي؟ ايه اللي انت ليه مفكر شو؟ انا مفكره شمعدان. يجب اعتماد لبس سترينج بكل لبنان رجال ونساء. نعم؟ لبس سترينج. نعم. تفهم فيهم انت؟ ايه ايه. تفهمش انت. لبس سترينج عشان اعتماده بكل المناطق اللبنانية رجال ونساء. قول لي ليه؟ ليه؟ عشان بوحد النظر. يعني قصدي بوحد وجهة النظر الشعب عامة. بس انت وانا وكل اللي هون كل بلبنان كلهم انت شوف اذا قطع غزال لابس سترينج كله بوب ضرب يوان على السترينج. وحدنا وجهه نظر ولا لا؟ وحدنا. بس كمان الرجال ابو طلال كلهم حتى الرجال بحالات استثنائيه يعني. اوكي ما بعرف ناس اصحابي هيك يعني. اوكي كمان أوكي. انا كل مطالب اللي عم تقول له انا بايدك فيهم ابو طلال. انا بكون معك بالوزاره. انا المهم هذه المطالبه بدها تصير ولا بقوم صور علاقه على لبنان وعلى العالم كله ابو طلال. بعد في شيء مطالب معين قبل ما انهي الحلقه؟ حقيقه انا بدي اقول عشان الشيء اللي طالع كمان بلبنان لازم يتسقف ويتربى على 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 اذن موسيقيه نظيفه وسميعه. مفروض اعتماد اغاني الست الفظيعه القديره الفنانه العربيه نانا. مفروض اعتماد اغانيها منهج يدرس بالمدارس. فنانه نانا. ايه لازم هي نصير يسمعوها طبعا يحطوها الصبح على الراديو دقيق. ولازم الناس يعني تبلش تربع على هيدا المنهج. مش السيده فيروز وش الواوا شوف دانا بتعرف الملبن بتاكله ما بتعرفه كل هالي المفروض يدوسوها عشان يطلعوا مسقفين يعني. نعم. عرفت شو؟ اوكي. لا مطالب مبين انه واضحه جريئه ومهمه ابو طلال وبتفيد المجتمع. طبعا انا كله هيدا عن نهضه شعبيه واساسيه ثوريه عشان لبنان كله ينهض. نعم. اقتصاديا وانا من زمان كنت عم أفكر فيها يعني. مره اقول لك انا مره كنت قاعد بالقطه النوم انا وابن جيراننا عرفت. نعم. قلت له انت شو رايك بالثوره؟ قال لي من ام منصور. هل هو بس ابن جيراننا اقول لك انا هم ما كان دارس مدرسه جاهل ابهل. نعم. يعني فيك تقول لايك يو. نعم. فالمهم اما وقتها نحن وهنيك عند ابن الجيران سمعنا صوت شقواص. نعم. قلت له اشتياح اسرائيلي. ضلنا يبلا لقينا لا حراميه بالطريق. بس الطريق كانت نظيفه البلديه وقتها بيعطي حدا يكنس الطريق وينظفها منيح يعني. نعم. خلينا البلديه. نعم بس عم انا هو
هو يقول لك هو ابن جيراننا كان 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 ما كان يدرس بس وقتها اللي كان عندي يكون احنا قاعدين عم نحدد شو بده يصير بعدين بلبنان. نعم لبنان جنت بلد اخضر جبل البحر نسوان سياحه هذا لبنان. نعم من يوم يومه. نعم يلا تقفل انت ولا شو؟ بقفل بس بعد ما كتير اخر شيء ما فهمت شو صار مع بالثوره وال هلا انا بعد ثلاث ايام حكي بتقول لي ما فهمت شيء ابهل انت لا. انت هون نمر لا ما انا خلص انا معك بتعرف انه مالله بالكازينو قالوا لي نمر بيت قول لي شو يعني؟ شو يعني؟ يعني انا من اهم الزباين اللي بالكازينو عندهم بس ابو طلال ضيعتني ما عم بفهم عليك شو عم تحكي مع اساس عم تحكي عن الثوره رجعت نقلت على البلديه رجعت نقلت عن عن ضد اسرائيل جد ما كثير عم بفهم عليك يعني شو الـ شو الـ شو المغزى من من انا فهمان عليك انا فهم انت ما فهمت علي انا ولا انا ما فهمت عليك انت لا انا ما كثير عم بفهم عليك انت كنت عم تقول لي اخر شيء اخر شيء ما اقول لك اخر شيء كان معنا لا اقول لك انا اخر شيء كان عادل معنا طلع بالتاكسي هو نحن احنا بالسياره فتشو السياره اللي كنا فيها نحن موديل 2004 جديد مكيفه نعم فتشو بس مكيف مكيف عشان يشتغل اقول لك انا الاي سي هو عباره عن عن مكنه بتعطي البني ادم اللي قاعد بقلب السياره هواء طلق يعني نعم. يعني بتعطيه هواء هواء نظيف بس وقتها كانت الايسيات عشان تعبى غاز ما بيقدروا يعبوا له غاز لا عشان الغاز من مصر قطعوا الانبوب يعني تيجي تقطع الانبوب عرفت شو بده يكون عندك انت امكانيات عاليه وثقافه كبيره ويكون عندك يعني يعني عدد من من الصلاحيات بالبلد لانه الصلاحيات ما انها ضهر تجيب كيلو بطاطا كل مره هيك تعفل يا حمار اما هلا عم نبقى مع نشرة الطقس ومع زميلتنا بوسي هاي بوسي سلام بونسوار هاي بوسي هاي فؤاد كيف طقسنا لليوم بوسي طقسنا لليلة كتير متقلب على جملات يعني بس شو السبب؟ لأنه الإنسان بيستهلك حوالي 33 ألف كيلوغرام من الأكل مما يوازي 6 فيولة كما أنه الدلفين بينام بعين واحدة مفتوحة والعدسة بتطلع من تمك بسرعة 140 كيلومتر بالساعة وكل هالعوامل بتأدي لأثار طبيعية مهمة هيدا كانت نشرة طقس تبع شي أن أن استمتعوا معنا وأنا بشوفكم الأسبوع الجاي باي شو صار له؟ ما عن خبر طلعت ذكية؟ شو طلعت ذكية؟ مع أساس مش رح تكون ذكية ليهيك عم تفقسني سلام ليهيك عم تفقسني يا زلمة خلاص أنا بعرف التدابير اللي لازم مش قادر بقى أكل بقى فإذا مشاهدينا هذه كانت حلقتنا للليلة إذا عندكم أي تعليق أو أي اقتراح تبعتولنا إياه على إيميلنا شانان@الجديد.tv مان بليز شو؟ خلص نهي الحلقة مالي نهي الحلقة أنت عاد ما أنت كتير دب بس أنا بحب أكل ميرسي لانكم حضرتونا سوري على الوقت اللي ضيعناه بحياتكم شو؟ بلا طبيعي عادي لا عادي ايه كفي اسمعوا بكم يا مرحبا يلا اهداد كيفك؟ وقفوا يا قوم اضغم فور انا قلت انا هلا؟ يعني اقول بهذه المناسبة ان الفلسطينيين وين الاخ منزل يعني شوفك ما تزعلش الفلسطينيين اغبياء والاسرائيليين اغبياء لماذا حنقنعكم حنوضحكم وضحكم بانهم اغبياء اولا الاسرائيليين تركوا الضفه الغربيه وقطاع غزه 20 سنه ولم يهتموا بها